ثقافة الكتاب مستدامة ومعرفة لا غنى عنها، ولطالما اعتبر الكتاب رفيق الإنسان وفي الوقت ذاته وسيلة للتعليم والترفيه. وفي سبيل إتاحة الكتب في متناول أيدي الجميع، تنجز مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية معرضها الدائم سوق الوراقين للكتب المستعملة في كل يوم سبت من بداية كل شهر، وذلك بهدف نشر الثقافة والمعرفة في المجتمع. معرض الكتاب الشرق الشهري للكتاب المستعمل، الكتاب المستعمل المعروف بسوق الوراقين، أنا بعتبره كنز لأي قارئ، سواء حتى مبتدئ أو في مرحلة الوسطية في القراءة أو قارئ حتى محترف. ورغم أنه هو يعتبر اسمه سوق الكتاب المستعمل، بس حقيقة أكثر من نصف الكتب غير مستعمل أو استعمال بسيط جدا، فهو الصراحة شيء مفيد جدا ومهم جدا لأي قارئ متواجد في الإمارات. سوق الوراقين للكتب المستعملة يأتي وسط إقبال جماهيري منظم لاقتناء الكتب النادرة والمتنوعة بعدة لغات بأسعار رمزية في متناول الجميع. وما يميز هذا المعرض بأنه يتم تخصيص ريعه لصالح تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وفق أعلى معايير الممارسات العالمية. اتعرفت عن سوق الوراقين من صديقة أمي، هي أمي سألتها عن مكان عشان أبنائها كانوا دائما عندهم كتب، فهي حكت لها عن سوق الوراقين، وإحنا أول مرة نيجي هنا ونشوف المكان وطلع حلو. مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تستمر بنشر ثقافة الكتاب من خلال استمرار تنظيمها لسوق الوراقين للكتب المستعملة. إذن مشاهدينا الكرام، تعزيز قيمة الكتاب وتدوير الثقافة والعلم وتوفير الكتب بأسعار زهيدة والتعريف بقضايا الإعاقة وإيجاد مورد مالي مبتكر يدعم احتياجات ذوي الإعاقة بالمدينة من ضمن الأهداف التي يسعى إليها سوق الوراقين للكتب المستعملة. وللحديث أكثر عن تنظيم هذه الفعالية الشهرية لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الناصر درويش، وهو مسؤول سوق الوراقين بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء النور أستاذي. يا مرحبا، حياك الله. يا مرحبا بك، الله يحييك. يعني بداية حدثنا عن أهمية استمرار تنظيم هذا السوق، سوق الوراقين الكتب المستعملة، ولا سيما بشكل شهري، واللي كما أعلم بأنه هو كل سبت أو أول يوم طبعا سبت من كل شهر، صحيح؟ نعم. أول شيء شكرا على إتاحة الفرصة لهذه المداخلة وتسليط الضوء على سوق الوراقين. سوق الوراقين اللي كان امتداد لمهرجان الكتاب المستعمل اللي كان آخر نسخة له في 2020 في بداية الجائحة، وتم طبعا افتتاح سوق الوراقين بهذه الصورة وفي بشكل شهري بناء على يعني طلب الرواد والقراء انهم اللي هم رغبة في الحصول على الكتب بشكل دائم ومستمر. فالحمد لله يعني اتخذنا موقع ثابت دائم في داخل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، يتسع لتقريبا 20,000 كتاب شهريا يتم عرضهم ويتم تجديدهم كل شهر، بحيث أنه الجمهور يحصل على الكتب الجديدة. ودائما احنا مستجد يعني الكتب كل شهر، أي زائر نفس الزائر يأتي سيجد كتب جديدة دائما، فلذلك هي كانت رغبة الناس بالحصول على الكتب خلال يعني خلال على مدار العام، والحمد لله رب العالمين وفقنا بهذا الموضوع. والآن يعني الرواد يعني كثير سعيدين جدا، يعني هم بالحصول على جميع أنواع الكتب، جميع المواضيع، نعم، كتب الأطفال، كتب
الثقافات الأخرى أيضا، غير ناطقين باللغة العربية، اللغات الأخرى، نعم، جميع أنواع مواضيع الكتب. صحيح. طيب يعني ما دلالة التغيير من سوق الكتب المستعملة كما تفضلت إلى سوق الوراقين؟ هل شمل هذا التغيير في المسمى كذلك تغيير في الأهداف، في المضمون، في الرسالة؟ نعم، هو لم يتم التغيير. نحن مهرجان الكتاب المستعمل لا زال قائم. قائم. ولكن يعقد كل سنتين. أما سوق الوراقين هو يعني صورة مصغرة عن المهرجان، أو هو نفس يعني متفرع من المهرجان. نعم، متفرع من المهرجان، يعود للمهرجان. لا يوجد تغيير الأهداف، بالعكس الأهداف التي تحقق يعني تتحقق أثناء العملية كانت أكثر يعني، عدا عن إعادة التدوير الثقافي بين القراء، وعدا عن التدوير البيئي أيضا للكتاب. أيضا نحن نعزز مسألة الاهتمام بالثقافة داخل إمارة الشارقة. صحيح. نحن طبعا جزء من مجتمع الشارقة، نحن يعني متواجدين في جو وفي بيئة محفزة لهذا النوع من الأنشطة. هو يعني نشاط يحقق عدة أهداف، يحقق أولا توفير الكتب، التداول الثقافي، تداول الكتب بين الناس أنفسهم. نعم. يعني كتاب مهدى إلى فلان، كتاب مهدى إلى علان، تجده بين يتناقل بين الأيدي، أفضل من بقائه على الرف. صحيح. فلذلك الثقافة تنتقل، الثقافة لا تحتكر. صحيح. في رف، أو لا يعني لا تظل موجودة على الرف، ولكنها تتناقل بين. عدا عن أنه الكتاب المستعمل نفسه هو يعبر عن كنوز، يعني تخرج من البيوت، من المؤسسات، من الأشخاص، من هنا ومن هناك، يكون فيها كنوز كثيرة يحتاج الآخرين. فالحمد لله يعني الرواد عبروا عن سعادتهم بالحصول على كتب لم يعد طباعتها حتى. كتب من الخمسينات والستينات والثلاثينات والأربعينات والسبعينات والثمانينات. نعم. إذن هي عملية نقل المعارف من خلال تدوير هذه الكتب بدلا من بقائها على الرفوف كما تفضلت. نعم، عدم توقف ووصولها عدم إلى أكبر قدر من القراء. نعم. طيب يعني تحدثنا عن نوعية الكتب المتواجدة، هل هناك فئات محددة مستهدفة أستاذ عبد الناصر؟ جميع الفئات مستهدفة. جميع من الفئات الطفولة. نعم. من الطفولة إلى يعني السن الأكبر، يعني يدمى توصل 70 ل80 سنة. المواضيع، جميع أنواع مواضيع الكتاب موجودة، من العلمي والأدبي، الثقافة العامة، الأدب سواء العربي، الأدب الإنجليزي، الأدب بتفرعاته من رواية، من شعر، من مسرح، من نقد، من لغة عربية، قواعد لغة عربية، إعراب، الكتب الإسلامية بجميع أنواعها، الديانات أيضا، كتب الفلسفة، كتب الاجتماع، كتب التربية وعلم النفس، كتب التربية الخاصة التي تختص بالأشخاص من ذوي الإعاقة أيضا. أيضا لدينا التاريخ الإنجليزي والتاريخ العربي. صحيح. والجغرافيا أيضا. نعم. طيب تحدثنا عن أن هذا السوق ينظم في بداية كل شهر، كل يوم سبت بالتحديد، صحيح؟ نعم، هذا التنظيم ينظم في السبت الأول من كل شهر، في السبت الأول من كل شهر، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 8 مساء. جميل. كيف تقيمون الإقبال أستاذ عبد الناصر؟ الحمد لله رب العالمين، الإقبال يعني نعتبره جيد جدا يعني. على يعني بالحجم الذي يعني إذا كان يعني في الشهر ممكن أن يقبل 200 إلى 300 شخص. طيب. مبيعات الكتب قد تتجاوز 4000 كتاب في هذا اليوم فقط. ممتاز. يعني راضون عن مدى يعني الإقبال وعن التفاعل. نعم. كبداية نحن راضون، لكن لا، طموحنا احنا اكبر من هيك.
احنا بدأنا الحمد لله الآن بالاتساع والانتشار، يعني سوق الوراقين الآن في شهر مارس مثلا كان لنا معرض في الجامعة القاسمية، الحمد لله لبينا يعني رغبة الطلبة هناك، وفرنا لهم كتب في جميع التخصصات حصلوا عليها وبأسعار معقولة ويتمكنوا منها ولا تعجزهم أبدا، وأعطيناهم حتى أفضلية، ونحن نسعى الآن لأن يكون سوق الوراقين في أكثر من مكان إن شاء الله. طيب قبل إن شاء الله بإذن الله، إذن هناك أكثر من مكان سيتم من خلاله كذلك تواجد سوق الوراقين. قبل الختام سريعا، ريع هذه الكتب يذهب لتأهيل وتدريب الطلبة من ذوي الإعاقة، صحيح؟ صحيح. هل لنا أن نسلط الضوء على هذا الأمر؟ صحيح 100%. أنت تعلم أن مدينة الشرق للخدمات الإنسانية تسعى لأي مجال، تسعى لأي دخل يقع دائما في مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة، فالريع 100% هو لتعزيز وتقديم البرامج ودعم البرامج التعليمية والتدريبية للأشخاص من ذوي الإعاقة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. الله يجزيكم خير ويوفقكم في مساعيكم النبيلة لكذلك نشر المعرفة ولدعم كذلك منتسبي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الناصر درويش مسؤول سوق الوراقين. شكرا لكم على شراكتكم الدائمة. شكرا والدعم. يا مرحبا، حياك الله. إذن مشاهدينا وصلنا للختام، دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.